محاضرتنا اليوم كانت عن النشاط، عن الرياضة، عن المنشطات والرياضة. حكينا أو عرفنا الطالبات على تعريف المنشطات، أنواعها والمجاميع اللي بتكون منها، شو تأثيراتها اللي راح تأثر على الجسم، وشو بالمقابل الأضرار، وليش حرمت دوليا، ليش الاتحاد الدولي للرياضة حرمها دوليا، لأنه أكيد مبدأ المنافسة والمساواة في الرياضة راح يكون معدوم. اليوم كان عندنا دعوة لدكتور علاء العامر من جامعة خضورة لتحدث عن مادة المنشطات، تعريف تعريفها، أنواعها، الأدوية اللي بتعطوها اللاعبين، طبعا تصنيفاتها ومخاطرها. كانت الندوة بأساس أنه قديش في مخاطر لهذه المنشطات والخوف من أنه اللاعبين أنهم ياخدوها، بالإضافة أنه عندنا فرق رياضية فعالة في المحافظة بنخاف أنهم يتجهوا أنهم ياخدوها، فضروري أنهم يعرفوا مخاطرها قبل لا ياخدوها. شغلة تانية، إحنا جايين عم امتحانات نهائية، نبهناهم عن هاي المنشطات أنه تأثيرها، الخوف من أثرها السلبي، ممكن يتوقف القلب فجأة، ممكن يموت الطالب فجأة، فلازم يبقوا عارفين. طبعا هي المشكلة فيها أنه يفترض أنها تكون في رشيتة أو بإشارة من طبيب وصفة طبية، لكن عندنا في صيدليات ممكن يعطوها بدون وصفة طبية، بالإضافة للأندية الرياضية بيعطوها بدون وصفة طبية، فحبينا نحكي لهم عنها حتى أنهم يكونوا عندهم علم بالمخاطر قبل ما أنهم ياخدوها. اليوم أخذنا محاضرة عن المنشطات، وهي مادة أول مرة إحنا بنعرفها كطالبات، وهاي المنشطات إلها كان أضرار إحنا أخذناها اللي هي الصحية والطبية وأنواع المنشطات، واستفدنا كتير من هاي المحاضرة بالنسبة من ناحية صحية، من ناحية تربوية، ومن ناحية إنه إحنا طالبات بندرس الرياضة كمان، وإنه هذه المنشطات هي ممنوعة من ناحية القوانين الدولية على المستوى الدولي كلياته. وأنا بشكر تلفزيون الفجر الجديد، وبشكر المديرة والمعلمات والأستاذ اللي أعطانا المحاضرة، لأنه استفدنا منها كتير. أوجه رسالة للأهالي، لأولياء الأمور عامة، في هاي الفترة بالذات بمناسبة بدء الامتحانات نهاية الفصل الأول، إنهم وقفوا طلابهم عن التلفزيونات وعن الإنترنت وعن الأشياء اللي بتلهيهم فيها لمدة معينة فقط، هي تبدأ اعتبارا من هذا اليوم وحتى 17/1، حتى يحققوا أحلامهم وينجحوا في دراستهم و علاماتهم تكون إن شاء الله متفوقين وبرفعوا الرأس، حتى يخدموا أمتهم ووطنهم ومجتمعهم وأهليهم اللي هم بنتظروا فيهم طوال هذه السنين.